Hallelujah.
كمثل رجل سافر دعا عبيده سلم إليهم ماله فأعطى واحدا 5 وزنات آخر وزنتين آخر وزنة كل واحد على قدر طاقته وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 الوزنات أجرى بها ربح 5 وزنات أخرى. هكذا الذي أخذ الوزنتين ربح وزنتين أخريين. أما الذي أخذ الوزن ذهب حفر في الأرض خبأ فضة سيده. بعد زمان كثير جاء سيد أولئك العبيد وحاسبهم. فدنا الذي كان قد أخذ 5 الوزنات وقدم 5 أخرى قائلا: يا سيد، 5 وزنات أعطيتني وهذه 5 أخرى ربحتها فوقها. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح الأمين، قد وجدت آمنا في القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ودنا الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 أعطيتني وها 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح الأمين، قد وجدت آمنا في القليل فسأقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدي. قرول هما ودش قلوا لغضوز دومين يا أستاذي أنا كذنه إيو تخبور قشية قصدت دكتب لك زرد وكم جمعت مدكتب لك مبربس زديلي زلني مطوشيني مالدي يخبقاو الأرخ أي مالدي يخبقاو. كم جاوب الأستاذي وميرا طالب: يا أودا بيشو كسلاني كذتوا ده أنا غصبا بكتب لك صارن وكم جمعنا بكتب لك مبربزن ويو واجب اللغ كدارتوا لمال دي الدكتة الكامل محصول ده أرنوا شقلنوا مال دي المدفائدة دي شقولوا لبدا مني آبي وزنا وهلوا تآود انت السر بيت كل ما ندت باشي ويلا طالب وزيدة وما ندت هم او من ندت باشي شقيلة مني وقودة بطيلة مبطولة الخشكة براية ما بدها وبخية وصحاقة كاكة شو من معمودي
قاود ما عوديثة أمخني ويرا قاود خعهد المد ألا ألا إلا ألا أن أخني وخعما دي بعد مش كبيرة إن أو عهد إخوة بتخملت ألا إلى الخبر برناشة إلى الخبر إلى قاود خعهد المد بعد أخني دها ألا إلى وبعمادة كبيش وخيكل تألة إذن خا خإصارة خرابطة إلى مش قويثة من مجرد أنه تري إلى ويذ عهد تري شركاء إلى ويذ خا عقد بين الثائل خا مندي ديلة مش عموق ثو مندي دقريني كي أول لم أث تخمد أنه ألها الثقة قاود كل خمنا كل خمنا كل خمنا إلى هويلا ألها خا خليتا قارف لا وزنات مواهب مديلا أن مواهب فألها قد إلى هويلا أن مواهب لازم المسلف مرخ لك بارد شيء أخرى طالا الخوضة كبيرة من دكانة ألها كمحك الاستثمار لأنه محكوه الاستثمار المادي ولكن مش كبيرة إلى محكوه الاستثمار الروحي ولو بقاودك ثاوة قديشة خيرتد ألها حتى الملكانة دكيا ولا ألها تبرناشة إلى بركثة لازم المبلغ لا لا بس تقوته ولكن هم تقوت خدم فإذا حتى من دان الآناي واو بركث بيوكينا مثلا لها ويوان بركة أو راهن بجياني لها ويوان بركة قاود أموال كبيرة كلش بلونة دكتاي عبابي ويمي وكاود رندا لها كامر مبرخنة ومزيد خايدية سو إذا أثمن دي لوي ودرقل ما كيبا ألا كدك بايش مال أول مغديق ألاهم إيقاها إيش عقام اللي بخن تعبدود تري ألا خام الناي بعبدود المحر إذا أنا خلايات دارا خاصة الخلايات لأنه ولا كبيرة مهمة قاود خايديا إيمانك بايشوخ بيشوخ أخي بغدي قداي أقول الغذوسنا كنت كل من دان بقاود حياة ديا كمجهوخ لا لقيامة قطمرخ كل طاواثة كي بغدارخ لا بقاود القيامة قطمرخ لا سو كنت قطمرخ لا بقاود القيامة لكن بوضخ لا تعيانة خنة إيجاها إيشع البمارة أو تعميرا تخذ ميرة تأث ناشر أنه يابا جرك على الأقل تاوت وبثيخة جيانخ تاوت وبثيخة جيانخ تخن مستفيدي منه إن أي لوت وإيجابي بقاو دبلغت وبعينتك تخن على الأقل لسيدة جيانخ من خنا المستفيدي من طاواثة دي لهوي لغ هذا سو استخملت إلى كبيرة مهمة قاود حياة دي فمن دي دي لرند حقيقة دعاين أنت حياة دي ككل لا استاذ يوم دي خشراي الشاتر تريان فو أسري ولكن تقول لها حياة دي ألا إلى هوي لازم أثمن دي مبلغ أخرى ولك يدخ إيمان دافع سو كل طوطة إيمان تدخ له قول لما كسلوتو مع بولس كامر من أواد طوطة لما كسلوتو من أواد طوطة ناشر نكساوي من إخالة ما تدخل خحات سو أخرى في لما تدخل خير نتاول بس من طوطة لبارة تكسو وبالعكس
ناشي ناخذ كاب قوته ناخذ بش باصخ ناخذ بش كبر دراخ جباوة برخ الطوت إن شاء الله آيته يا برخ رباوة شاد الغسل ينادان برغادي تباب برون روحك شام سلمو يا مايا الأخيران إنه يفرق من نعمة الخوف إذا يترى موحن يضل الأرض ما أدرك ست أمد يمشو قام نقضي الديان قرار يدودك بالطاب ورامل يمعد كل باب برون وعبد الشرعالمين Thank you.
الشمعنوسة والفتيان والعذاب الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. آمين. بمحبة كاملة وإيمان حقيقي لنرقم هذه الأسرار، فنؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود لنا وكل أوان وإلى بنعمته مطيع البشر برحمته مخلصهم بحنانه
والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد. صلوا في قلوبكم السلام معنا. يا مريا إلى أخينا نقبل أثمرانكم مقروء طاعكم بدل كل نعمة يا تكثر تدل لكم مريم قواني كل أبوها ذكير مصدق قدر مشتر الدقام ويصلح ساد الموديا. أمن بدل يتقد اشتقى له لقيت الوراد القد شمال فرانسيس كمارا وابقى مرة. ما قد يسقى له لقى بطريار كمار فرانسيس تسقط المرايث باب المرة ورام وكل مطران. فأشو سخاش ربان وربانيا. نعم يا مارا ولا قربانا. بدل كل الناس بينا وحشانا. سنيقوا إيه فكريه ومعنى. عن نيدة الإسلام جينا إلى من بين أثر. بدل النجي لا بسفارة من قرى رحمدية وشوق يا مار ولا ننانية حاسب طيته أمن بدل أثراء دي عمار الباوي كل أثراء واثد شرق الأوسط خاصة العراق دريبي يا مار ولا نشيل ومش لا أكون أي مالة عمار أمن بدل أهل مدينة ومدنك عيش القوي وناشدية محاملة يا مارا قالوا خشوا رقوي وفف النعم نعمل كل مخياته نحن أيضا يا رب نحن أيضا يا رب نحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعون باسمك الماثلون أمامك وقد قبلنا بالتواتر عن أبائنا ما رسم خيلك إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي والإله سر آلام ربنا مخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. طبوا هادين وخاشعين وصلوا والسلام معنا. يا ديار الروح القدس يستقر على قربان عبيدك يباركه يقدسه غفرانا لذنوبنا صبرنا وخطايانا رجاء سعينا للقيامة من بين الأموات حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك على هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك نمجدك دوما في كنيستك المهتداة بدم مسيحك الكريم بأفواه منطلقة وجوه مشرقة نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود ولإسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. أيها المسيح السلام العالمين وأمان البشر وقت الأمن والسلام في أحضار المعمورة وفي كنيسة الجامعة وأهل الحرب عن وجه الله وأهل الشعوب المتخاصمة الداعية إلى العنف فنعيش حياة هادئة وارفعة من نقاوة وتقوى. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك إلى هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيا والإلهية ونحن غير مستحقين. نحن غير مستحقين. نقترب يا ربي بآلية صادق باسمك نلوي حنوك نرسم برحمتك جسد روحنا وربنا يسوع المسيح وجمعه بسم الله. والإذن والروح القدس إلى الأبد يسلم الدم الثمين في جسد ربنا يسوع المسيح المحيي بسم الله. والإذن والروح القدس إلى الأبد يسلم الجسد المقدس بدم ربنا يسوع المسيح الغافر بسم الله. Amen.
الآن وكل الأوان وإلى الأبد. آمين. لنقترب كلنا بالخشوع والإكرام إلى سر جسد مخلصنا ودمه الكريم، ونتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان صادق. فإن ابن الله الوحيد أخذ من أجلنا جسدا بشريا مائتا ونفسا ناطقة عاقلة وخالدة، وبشرائعه المحيية ووصاياه المقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق. وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا ذاق آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر بها نعمته العظيمة علينا. فلنختبر إذن موهبة الحياة الخالدة بحب كبير وتواضع عميق وبالصلاة النقية والشوق الواعي، نشترك في أسرار الكنيسة على أمل التوبة، ونحن مرتدون على زلاتنا ومتألمون على خطايانا، ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكل، صافحين لإخواتنا زلاتهم ومنقين نياتنا من الخلافات والخصومات، ونكن نفوسنا صافية من كل حقد وعداوة. ليأتي ملكك
حبتنا مسبق راسي عليش في حبك يشم حياني ولا عيب نودي كلنا خد من شب حلالا ويشهد برخ كالتخوذة من عمر